السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نستعرض لكم أبرز الألعاب اللي راح تصدر في شهر مايو. هالشهر يمكن ما يقدم لنا عدد كبير من الألعاب، لكنه يعطينا خيارات متنوعة بين الريماسترات وألعاب جديدة. Saints Row The Third Remastered. ريماستر لعبة الأكشن والمغامرات المجنونة في إصدارها الثالث، واللي صدرت أساساً في 2011، تعتبر عند الكثير أفضل جزء في السلسلة. نسخة ريماستر حسنت رسومها وفيها نظام إضاءة جديد وتفاصيل أكثر، وتجمع كل الإضافات النسخة الأصلية. اللعبة بتصدر على الحاسب الآلي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 22 مايو. The Wonderful 101 Remastered. ريماستر لنسخة الويو اللي صدرت في 2013 مع تحسين الرسومات وإضافة خيارات متنوعة لتسهيل تجربة اللعبة وتقديم مستوى صعوبة سهل وموسيقى أوركسترا وإضافة لغات جديدة ومراحل ثنائية الأبعاد. اللعبة بتصدر للحاسب الآلي والبلاي ستيشن 4 والسويتش في 22 مايو. Sword Art Online Alicization Lycoris. لعبة الRPG من نامكو بانداي بإصدار جديد وقصة جديدة مع قوام أكثر وضوح وأقل تعقيدا في هذا الإصدار. اللعبة قادمة للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في 22 مايو. ماينكرافت دنجنز. لعبة ماينكرافت الشهيرة من تطوير استوديو موجانج، ولكن هالمرة بشكل مختلف وصارت كلعبة دنجن كرولر. اللعبة ما تعتمد على صناعة الأدوات والبناء مثل اللعبة الأصلية، ولكن راح تستكشف خنادق بتصاميم عشوائية مليانة أفخاخ وأعداء، واللعبة بتدعم اللعبة التعاوني حتى 4 لاعبين. ماينكرافت دنجنز قادم في 26 مايو لأجهزة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي والسويتش. نينجالا هي اللعبة المجانية الجماعية من تطوير جانغ هو أونلاين إنترتينمنت. اللعبة فيها طور قصة وطور لعب جماعي إلى 8 لاعبين، مع التركيز على القتالات المباشرة بين الشخصيات. اللعبة قادمة حصريا على السويتش في 28 مايو. زينو بليد كرونيكلز ديفينيتيف إديشن. لعبة الRPG المميزة من مونوليث سوفت بنسخة محسنة من إصدار الوي، مع رسومات محسنة وتفاصيل أكثر للشخصيات وإعادة تصميم القوائم وقصة إضافية جديدة. اللعبة قادمة للنينتندو سويتش حصريا في 29 مايو. هذه كانت أبرز ألعاب شهر مايو. شاركونا بالتعليقات بأكثر الألعاب المتحمسين لتجربتها. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.